عمل طول السنة، فبقالك على الأقل 7 سنين، لم مرة نموذج مرأة واحد في أي مسلسل، وعملت مسابقة في أكثر من 30 ندوة في الجامعات، مش قلت له هذا مسلسل، قل لي أن رمز المرأة دي نفتخر بيها في مصر. لما لقيت واحد من كل النساء بص كلهم عاملات على فيسبوك، شخصية عربية، فهو حطيت له لقب تليفون قلت له عايز اكلمك. قلت له انت تقبل ان انت تنكر؟ انا راجل مشهور ومعروف وحاطط في الاعلام كده واقول ان الجنس بلدك نساء بلدك عبرات هتقبل؟ قال لي انا لا في مصر ولا شفت نساء مصر. انتم صدرتم رسول المرأة عندكم فاحكم عليها. عندنا قامات للمرأة، ونحن متناقضين. نحن فقدنا العمل الجماعي. لا علاقة بين الثقافة والتعليم، لا علاقة بين الثقافة والرياضة،